هلا رح نروح معكم بجولة للشارع السوري ونسمع أجوبة الناس على هالسؤال. شو الشيء اللي إذا ما انوجد بالطرف الثاني بتنهي علاقتك معه دغري؟ البخل الصفة كتير يعني هي ما مستحيل. بصراحة الاهتمام. إذا بخيل بتركه طبعا، لازم يكون كريم. الوفاء مثلا. ما بعرف. اهتمام. الإخلاص. الصدق هو أهم شيء، هو اللي بيربط العلاقة، هو الرابط المشترك بالعلاقة الصدق. بالحياة بدها أشياء أساسية كتير ضرورية لازم تكونوا اثنين متفقين فيها. إذا في شغلة كتير مهمة بالنسبة للشخص مو موجودة فأكيد رح تنتهى. الخيانة. ثقة. هلا زيت ونار ما بيمشي الحال، فانه نص نص يعني. خيانة. خيانة. صدق لانه اهم شيء يكون طويل بال، لانه هو الاساس لاي علاقة. اذا ما بتغاشر اكيد نهاية فينيش خالصة. بتغاشر كثير. ايه.